المنحة التي سوف نقوم بتقديمها اليوم هي منحة جد ممتازة، هي منحة ممولة بالكامل من دولة ماليزيا وبالضبط في جامعة البخاري الدولية. هذه المنحة توفر لك مميزات جد ممتازة، وكذلك يمكنك التقديم إذا لم يكن لديك شهادة اللغة الإنجليزية، لأن فيها كورس لغة للتعلم، سنة لتعلم كورس اللغة. هذه المنحة متوفرة لمرحلة الليسانس، الراغبين في التقديم على مرحلة الليسانس أو الحاصلين كذلك على مرحلة الليسانس في بلادهم ويريدون إعادة الليسانس يمكنهم كذلك. وإذا كنت في آخر سنة من مرحلة الثانوية العامة أو حاصل على شهادة الثانوية يمكنك التقديم عليها، لأنها كما قلت ممولة بالكامل، هناك سكن وكذلك راتب شهري وامتيازات أخرى عدة. الآن سوف نقوم بشرح طريقة التقديم على هذه المنحة المميزة، وكذلك إعطاء معلومات متعلقة يعني تتعلق بهذه الفرصة المميزة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الآن سوف نقوم بشرح طريقة التقديم على هذه المنحة المميزة الممولة بالكامل من دولة ماليزيا. كما تعرفون الدولة المستضيفة هي ماليزيا، الجهة المانحة فهي جامعة البخاري الدولية، وهي جامعة مرموقة ومعروفة في دولة ماليزيا وكذلك في آسيا. بالنسبة للدول المتاحة لهم التقديم فهي متاحة لجميع الدول منها الدول العربية الشقيقة. مرحلة الدراسية فهي للأسف متوفرة فقط لمرحلة الإجازة المعروفة ببعض الدول بالبكالوريوس أو عامة بمرحلة الليسانس. مميزات هذه المنحة فهي مميزات أو التمويل جد ممتاز، الرسوم الدراسة مجانا، يوفرون لك راتب شهري قدره 450 رينجيت ماليزية، كذلك التأمين الطبي سوف يكون بالمجان، السكن الجامعي سوف يقومون بتوفيره لك، كذلك هناك كورس لغة تحضير اللغة الإنجليزية مجانا قبل الدراسة، وكذلك سوف يقومون بدفع رسوم امتحان الآيلتس والحصول على شهادة الآيلتس مجانا بدون أي تكلفة لها. بالنسبة للتخصصات المتاحة فهي متاح التقديم على تخصص إدارة الأعمال مع مرتب الشرف، تسويق، إدارة الموارد البشرية، علوم الحاسب، في الاقتصاد، في التنمية الاجتماعية، وكذلك في التمويل الإسلامي. بالنسبة للأوراق التي يجب عليكم إرفاقها، أولا من الأبليكيشن المنحة، توفير صورة من جواز سفر، كذلك توفير صورة من شهادة تخرج وبيان درجات أو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه. بالنسبة بيان درجات هو ترانسكريبت بالإنجليزية أو بالفرنسية غولفيد نوت. كذلك إذا كنت ليس لديك شهادة وأنت في آخر سنة يجب يمكنك توفير وثيقة تثبت بأنك في آخر سنة للحصول على الشهادة. بالنسبة لشروط التقديم، يجب أن يكون سن المتقدم بين 18 سنة إلى 22 سنة للتقديم على هذه الفرصة. هذه المنحة كذلك ليس مطلوب بها شهادة اللغة الإنجليزية كما قلت سابقا، لأن هناك كورس لغة تحضيرية لمدة سنة مجانية. كيفية التقديم؟ يتم التقديم أونلاين واتباع الخطوات التي سوف يتم شرحها. كذلك بالنسبة لآخر موعد للتقديم فهو سوف يكون في منتصف شهر يونيو. الآن سوف نقوم بالاطلاع على الإعلان الرسمي للمنحة ومعرفة المعلومات المتعلقة بها بالضغط عليه هنا. سوف تجدون هذا الموقع وموقع الجامعة البخاري يونيفرسيتي انترناشونال يونيفرسيتي. هنا سوف تجد المعلومات بالنسبة للأشخاص الذين يمكنهم التقديم وكذلك التمويل. هنا سوف تجد الهاتف إذا كنت تريد طرح بعض أسئلة إليهم، يمكنكم مراسلتهم عبر الواتساب أو عبر الإيميل. الآن أو تحميل على شكل PDF سوف تجد المعلومات التي قمنا بترجمتها باللغة العربية سابقا. الآن سوف نقوم بالتقديم بالضغط على أقدم الآن. بعد الضغط عليها سوف تذهبون إلى هذا الموقع فسوف تجدونها على هذا الشكل. إذا كان لديك لم يكن لديك حساب على هذا الموقع، كيف يمكنك إنشاء حساب؟ هو إنشاء حساب بطريقة سهلة، سوف تجدون هنا. لقد قمت بشرح طريقة التقديم سابقة في فيديو سابق، طريقة التقديم على هذه المنحة المميزة، لعدم إعادة لإعادة شرح الطريقة كذلك سوف تجدون الفيديو مقطع يشرح فيه طريقة التقديم، فهي لا تختلف من السنة الماضية إلى هذه السنة، فهي نفس التقديم. سوف أترككم مع هذا المقطع.
هنا بالنسبة لنا ليس لدينا حساب على هذا الموقع، كيف يمكننا إنشاء حساب؟ يمكننا إنشاء حساب خاص بنا وبالضغط على First Time Login. سوف نقوم بالضغط عليه هنا للذهاب إلى الصفحة الموالية وإدخال المعلومات. هنا يجب عليك إدخال الاسم الشخصي وهنا الاسم العائلي، وبعد ذلك إدخال رقم الهاتف الخاص بك، الإيميل الخاص بك، وكذلك إدخال الإيميل الثاني إذا كان عندك إيميل ثانوي، وإدخال كلمة السر، وكذلك رقم بطاقة الوطنية أو بطاقة جواز سفر. وبعد ذلك هنا سوف تقوم بإرفاق صورة من الجواز سفر الخاصة بك، هنا سوف تقوم بإرفاقها، وبعد ذلك سوف تقوم بالضغط على ريجستر. وبعد الضغط على ريجستر سوف تذهب إلى هذه الصفحة وتقوم بإدخال الإيميل وكذلك كلمة السر، وتقوم بالضغط على أوكي للذهاب والدخول إلى الطريقة للتقديم. هنا لديك اختيار التخصص الذي تريده، يعني لديك أربع اختيارات للاختيار. مثلا كمثال تريد اختيار Bachelor of Business Administration، والاختيار الثاني سوف يكون كمثال Bachelor Early Childhood Education، اختيار الثالث كذلك سوف يكون Bachelor of Economic. يعني عندك لك اختيار لاختيار التخصص هذا، اذا لم يقوموا بقبولك في التخصص الاول سوف يقوموا بقبولك في الاختيار الثاني وكذلك الثالث. مثال سوف اقوم باختيار Foundation Students Program Intake في فصل 21-22 Full Time، واقوم بالضغط على Save and Proceed للذهاب الى الصفحة الموالية. قم بالضغط على هنا، وهنا في هذه الصفحة الموالية سوف تقوم بإدخال معلوماتك الشخصية Personal Detail، كما هنا سوف تقوم بإدخال بلد الإقامة وكذلك Religion ديانة، كذلك Birthday سنة الميلاد، Number of Sovereigns كمثال، Non سوف تقوم باختيار Non، هنا Nationality الجنسية، كذلك الجندر ذكر أم أنثى كمثال، Post Code إدخال Ethnicity يعني من أي أصل أنت كمثال، سوف أقوم باختيار الضغط على Arabs، Nationality Basic كمثال جنسية، Martial Single متجوز مطلق أو أعزب كمثال، وهنا سوف تقوم بإدخال Personal Statement. هنا سوف تقوم Do you wish to stay in hostel؟ No I will arrange my own accommodation. هنا سوف تقوم باختيار Yes Please feel tenacious. ستقوم بالإجابة على الأسئلة التي تناسبكم، كذلك في هذه الخانة Disability هل لديك أي إعاقة؟ إذا لم يكن لديك يمكنك إدخال No I don't have any Disability. Allergy هل لديك أي حساسية؟ إذا كان لديك سوف تقوم باختيار Yes، إذا لم يكن لديك سوف تقوم باختيار No. وهنا سوف تقوم بإدخال معلومات الجواز السفر الخاصة بك كمثال، سوف تقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بالجواز السفر الخاص بك، كذلك تاريخ حصولك على جواز السفر، تاريخ انتهاء جواز السفر كمثال، سوف تقوم بإدخال المعلومات، وكذلك place of passport يعني المكان الذي حصلت على جواز السفر كمثال، سوف أقوم بإدخال البلد، وكذلك Are you hound and tip money the immigration pass؟ No ليس لدي أي immigration pass. وكذلك هنا سوف تقوم بالإجابة على بعض الأسئلة كما قلت سابقا، وبعدها تقوم بالضغط على Save and Proceed للذهاب إلى الصفحة الموالية. وبعدها وفي هذه الخانة سوف تجد المعلومات التي قد قمت بإدخالها سابقة، سوف نذهب ونقوم بالنقر على Next للذهاب إلى الصفحة الموالية. هنا خاصة بدراساتك الحالية والسابقة Education Academics Qualification، هنا سوف تقوم بإدخال الليفل التي حصلت عليه، هل أنت هاي سكول جراديويت، قد قمت بالحصول على شهادة الثانوية العامة، كذلك Start يعني سنة بداية الدراسة وسنة الحصول على الشهادة. هنا سوف تقوم بإدخال الاسم المدرسة أو الثانوية، وكذلك العنوان المدرسة، وكذلك English score هل please enter your subjects، فهذه اختيارية ليست إلزامية. الخانات الإلزامية هي التي فيها علامة
نجمة حمراء هي الإزامية. إذا لم يكن هناك نجمة حمراء فهي اختيارية، يمكنك أن تتركها فارغة. وكذلك هاي أكاديميك كاليفيكيشن سيرتيفيكيت، إذا كنت تريد إدخال معلومات متعلقة فهي اختيارية كذلك. وكذلك الخانة التالية فهي اختيارية. عليك الخانة الإلزامية هي هنا عليك إدخال الاسم والعنوان الثانوية، وكذلك بعدها تقوم بالضغط على Save and Proceed. أنا متأسف لأن هذه الخانة فهي إلزامية، هي فقط إدخال الجرادويت يعني النقطة التي حصلت عليها في اللغة الإنجليزية وكذلك في الرياضيات. هنا بالنسبة للمغرب العربي فالتقنقيط هو 20 على 20، يمكنك إدخال المعدل التي حصلت عليه كمثال 13 على 20 14 على 20. وهناك يعني معدلات أخرى في بلد أخرى بطريقة أخرى، كمثال هناك من يتعامل ب 100% كمثال، سبقوا إدخال 80 على 100 كمثال، يعني على حسب كل واحد وطريقة إدخال المعدل الخاص به، كمثال 14 على 20 بالنسبة للمغرب العربي. وبعدها تقوم بالضغط على Save and Proceed للذهاب إلى الصفحة الموالية. وهنا في الصفحة المالية سوف تجد كذلك المعلومات المتعلقة التي قمت بإدخالها سابقا، ونقوم بالضغط على Next للذهاب إلى الصفحة المالية. وهنا Financial Information، هنا يسألك Do you wish to apply for البخاري Scholarship Program، هل تريد التقديم على منحة البخاري Scholarship؟ طبعا أريد، سوف أقوم بالضغط على Yes. هنا سوف يعطيك بعض الأسئلة التي يجب عليك الإجابة عليها. Are you referring to the organization? No. هنا سوف تقوم بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالمنحة، يعني كشكل مقال أو يجب عليك فقط الإجابة بطريقة جيدة. وهنا تقوم بإدخال Marital Statements، هل أنت متزوج؟ Divorced؟ Separated؟ بالنسبة المتعلقة بالآباء فهم متزوجين، اسم الأب كذلك كمثال، إيدنتيتي الخاصة به، البلد كمثال. هنا وبعد إدخال المعلومات المتعلقة بالأب سوف تقوم بإدخال المعلومات المتعلقة بالأم كالاسم وكذلك الجنسية، رقم الهاتف ريليشن على الأب أو الأم كمثال، أو جارديان يعني كمثال. هنا سوف تقوم بإدخال يعني كم ثمن يحصل في الشهر، وكذلك هنا بخصوص الريفير. هنا سوف تقوم بإدخال معلومات الشخص الذي سوف يقوم بالتوصية من أجلك، ومن المستحسن أن يكون أشخاص أكاديميين يعني أساتذة. هنا سوف تقوم بإدخال الشخص الأول ريفير الأول، وهنا ريفير الثاني يعني الشخص الموصي من أجلك الشخص الثاني. بعد إدخال المعلومات سوف تقوم بالضغط على Save and Proceed للذهاب إلى الصفحة الموالية التي تخول لك الفرصة، والذهاب إلى الفرصة الموالية والتقديم. وبعد الانتهاء من إدخال المعلومات سوف تذهب إلى هذه الصفحة وتقوم بالضغط على Proceed to Upload a Document وتقوم بالضغط عليها. هنا عليك إرفاق الأوراق المطلوبة التي رأيناها قبل قليل في الموقع الخاص بنا. هنا Certificate of Original، شهادة نسخة من شهادة الثانوية إذا كنت حاصل عليها، of your لا هي نسخة لجواز السفر الخاص بك. هنا يجب عليك إرفاق صورة من جواز السفر وتقوم بإرفاقها هنا. وهنا خاصة بCertificate Original Copy of High School Academy، هنا سوف تقوم بإرفاق شهادة الثانوية العامة التي حصلت عليها، أو نسخة تثبت بأنك حاصل على الشهادة الثانوية، أو أنت في آخر سنة من الشهادة الثانوية. عليك إدخال هنا، وفي هذه الخانة الثالثة عليك إرفاق كشف الدرجات، آخر كشف الدرجات التي حصلت عليها يجب عليك إرفاقها، وكل الأوراق يجب أن تكون باللغة الإنجليزية. وكذلك هنا Certificate Original Copy of High School Academy Certificate Copy in English كمثال، إذا كنت حاصل على كمثال سيرتيفيكيت هنا عليك إرفاق أوراق. وكذلك هنا إذا كنت حاصل على شهادة TOEFL أو الأيتلس فهي ليست إلزامية فهي اختيارية. وكذلك هنا عليك إرفاق Copy of Original Scholarship Letter
only if you are sponsored by other party. هنا يسألك إذا كنت حاصل سوف تحصل على منح من طرف شخص آخر عليك إرفاقه، إذا لم يكن لديك يمكنك أن تتركها فارغة. وكذلك هنا عليك فقط إدخال المعلومات أو أوراق المطلوبة التي عليك إدخالها كذلك، وبعدها تقوم بالرجوع هوم بيج. وهنا سوف تجد جميع المعلومات التي قمت بإدخالها. إذا كنت تريد لإعادة أو إدخال المعلومات الخاصة بك يمكنك الرجوع بالضغط على هذه الأيقونة، لأن أنكوبليت لم أقم بالتقديم على هذه المنحة، علي فقط الرجوع. هنا سوف تجد جميع الخصائص، يمكنك الرجوع فقط إلى نيكست، وهنا تقوم بالضغط على Proceed to Declaration. هنا عليك فقط الإجابة على بعض الأسئلة، I agree، أنا موافق، وتقوم بالضغط على Save and Submit Application. بعد الضغط على Submit تكون هنا قد قدمتم على هذه المنحة المميزة. هنا نقول لكم شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.